أهلا بيكم. إحنا المحاضرتين اللي فاتوا اتعلمنا شوية عن إزاي مخنا ممكن الحقيقة يبقى هو السبب في المشاكل اللي إحنا بنقع فيها، ويبقى السبب في الاسترسز اللي إحنا بنحس بيه. المحاضرة المرة دي هنتكلم فيها عن بعض التكنيكس، بس التكنيكس دي هنتعلمها من خلال أكتيفيتي. فيا ريت لو تجيب معاك ورقة وقلم ونحاول نتفرج ونتكلم مع بعض بقى على التكنيكس دي. هات الورقة والقلم، وبعدين كل ما أسألك سؤال وقف الفيديو وابتدي جاوب على السؤال ده ببطء. أولا، فكر بالراحة في أي حاجة حصلت لك الأسبوع اللي فات، أي حاجة دلوقتي، مش مهم الحاجة دي. وقف الفيديو واكتب حاجة حصلت لك الأسبوع اللي فات. طيب، بعد ما كتبت الحاجة اللي حصلت لك الأسبوع اللي فات، تعال بقى جاوب على سؤال تاني، وهو إيه اللي خلاك تفكر في الحاجة دي بالذات؟ وقف الفيديو تاني وجاوب بإجابة على الورقة اللي أنت قدامك، اكتب فيها ايه اللي خلاك تفكر في ده، ايه اللي خلاك تفتكر دي ساعة ما انا سألتك، ليه دي اول حاجة خطرت في بالك. وقف الفيديو دلوقتي وجاوب. طيب، جاوبت على ايه اللي خلاك تفكر في الحاجة دي. السؤال اللي بعد كده، حسيت بإيه لما فكرت في الموضوع ده؟ تاني، فحسيت بإيه لما فكرت في الموضوع؟ يا ترى مثلا حسيت بإن أنت مبسوط إن أنت فكرت في الموضوع ده؟ ولا اتضايقت لما افتكرته؟ ولا قرفت من حاجة لما افتكرته؟ ولا افتكرت إن أنت في بني آدم بتحبه قابلته في اليوم ده أو في الموقف ده؟ ولا بني آدم ما بتطقوش ومش عايز تكون موجود؟ ولا كنت خايف من الموقف ده؟ إحساسك إيه لما افتكرت الموقف ده؟ وقف الفيديو واكتب احساسك. طيب، بعد ما كتبت احساسك، احنا دلوقتي كتبنا موقف حصل معاك الاسبوع اللي فات، فكرت ليه انت افتكرته، ايه اللي خلاك تفتكره، وبعد ما افتكرت ايه اللي خلاك تفتكره، فكرت تاني حسيت بايه لما افتكرته. طيب، عايزين دلوقتي نكتب سؤال مهم جدا، ايه اللي خلاك تحس بالاحساس ده؟ ليه اتضايقت لما افتكرت؟ ليه خفت لما افتكرت؟ ليه قرفت لما افتكرت؟ ليه حسيت بالاحساس ده لما افتكرت؟ جاوب، جاوب بالراحة، جاوب بدقة، وقف الفيديو وارجع بعد كده عشان نتكلم. طيب، يبقى انت دلوقتي كتبت حاجة افتكرتها ليه، وحسيت بإيه لما افتكرتها، وليه حسيت بالإحساس ده لما افتكرتها. الاكسرسايز اللي احنا عملناه دلوقتي ده اسمه الميتا كوجنيشن. ميتا كوجنيشن لو عايزين نعرفها بسرعة كده بكلمتين ورد غطاهم، هي ايه؟ فكر في اللي انت بتفكر فيه. ليه انت بتفكر في اللي بتفكر فيه؟ بتحس بإيه لما بتفكر في اللي بتفكر فيه؟ يبقى كما لو كنت بتطلع بره مخك، تطلع بره عقلك، وتبص على إيه اللي بيجرى جواه، وتحاول تشوف إيه الأسباب اللي بتخلي اللي بيجرى جواه ده بيجرى. طيب، ليه عملية التعقيد دي يا عم؟ استفدت إيه أنا لما افتكرت بوجع الدماغ اللي شفته لما كاوتش العربية نام الأسبوع اللي فات؟ ولا إيه اللي استفدته أنا دلوقتي لما افتكرت إن أنا مديري زعق لي وكنت عايز أطير رقبته ولا أخنقه بسبب إنه زعق لي في الشغل، وكنت متضايق جدا وقرفان من شغلي وقرفان من حياتي وعايز أكسر الدنيا؟ إيه اللي أنا استفدته دلوقتي من ده؟ لأ، مش ده اللي أنا عاوزه. اللي أنا عاوزه إن أنت تدرب نفسك على ان انت تفكر، تطلع بره مخك وتبص على مخك بيفكر فيه. ده تدريب، زي ما بتشيل الدمبلز كده عشان تعمل عضلات. الدمبلز نفسها مش مفيدة، الفايدة في العضلات. العضلات دي لما بتقويها بتدي فرصة لجسمك او لمخك بقى في الحالة دي ان هو يبقى more in control. الحقيقة ان العضلات دي
جسم مخك بيحتاجها علشان يقدر لما تتعرض لخطر يرجع لورا ويفكر هو ايه؟ انا ليه دلوقتي الليمبيك سيستم بتاعي استفز؟ ايه اللي استفز الليمبيك سيستم؟ طب ازاي اقدر ارجع واسيطر على تصرفاتي واتصرف بشكل رزين؟ فاكرين لما قلنا الليمبيك سيستم؟ ازاي ارجع اقدر اخلي دلوقتي البري فرونتال كورتكس تشتغل احسن؟ انا غضبان جدا، انا قلقان جدا، اعمل ايه؟ او مثلا جاري جايب حاجه مسكره ولا شرب شويه عصير، اقوم ايه ادي فرصه لمخي انه يشتغل بشكل متزن وارجع اتصرف بعقلانيه. ده محتاج ايه؟ محتاج تدريب، محتاج عضلات في المخ. العضلات دي بنعملها بايه؟ بنعملها بكذا حاجه، واحده منهم هو التكنيك ده، انك تتدرب على الميتاكوجنيشن. وزي ما قلت هنا في السلايد اللي فاتت، حاول تعمله كذا مره في اليوم، حاول كده في لحظه ما تقف، انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ كنت بفكر في ايه دلوقتي؟ اكتبه، اكتبه احسن من لما تفكر فيه. خلاص، لما بتكتبه بتقدر انت تنتبه اكتر للي انت بتكتبه. لكن اعمل ده كذا مره علشان العضلات تتربى جامد وتبقى احسن وتقدر تلحقك ساعه الزمن. هنروح على الفيديو الجاي نعمل اكتيفيتي تانية علشان برضو نتدرب شوية على ازاي نتحكم اكتر في انفعالاتنا اللي بتحصل.